الله الرحمن الرحيم. سعيد بتواجدي اليوم في أكاديمية التعلم باسمي وباسم إخواني أعضاء الإدارة وجميع مسؤولي نادي الهلال. سعداء بهذه الرعاية وهذه الشرف النوعية في فئة جديدة من فئة رعاياتنا وشركاتنا، وهي مجال التعليم. أيضا أنا جدا سعيد بما رأيت، ويمكن في بعض بنود العقد بعض المنح من أكاديمية التعلم، لكن بعد ما شفت يمكن أطلب من إدارة الأكاديمية بمضاعفة هذا الرقم. شاكر لهم، لأننا حريصين جدا على أن نكون كنادي الهلال عنصر فعال في المجتمع وخدمة شباب وشابات هذا الوطن. فأكرر شكري وأتمنى إن شاء الله النجاح لأكاديمية التعلم بشراكتها مع نادي الهلال وتحقيق الانتشار المأمول، وأيضا أن تعود علينا بالنفع في شركة نادي الهلال ومؤسسة الهلال الخيرية. فأشكركم وأشكر حضوركم الليلة. شكرا لكم.